تصاعد الانتقادات للقضاء المصري عقب إعدام 6 متشددين وإحالة أوراق مرسي إلى المفتي. مطارق تنظيم داعش تقترب من مدينة تدمر الأثرية وسط احتدام المعارك في أنحاء متفرقة من البلاد. ومراهنة دولية على تأثير مؤتمر الرياض تزامنا مع قصف الحوثيين لطعس ورد قوات التحالف على الجماعة. أخبار اليوم مع محمد مجادلي. تحية طيبة مشاهدينا الكرام، نبدأ من مصر حيث توالت ردود الفعل الدولية المنددة بأحكام الإعدام التي أصدرتها محكمة مصرية أمس بإحالة أوراق الرئيس المعزول محمد مرسي وعشرات من قيادات جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، وذلك تزامنا مع تنفيذ حكم الإعدام شنقا بستة أشخاص ينتمون إلى جماعة أنصار بيت المقدس. المشهد المصري مع هشام فريد. توالت ردود الأفعال بعد حكم الإعدام الصادر في حق الرئيس المعزول محمد مرسي وأكثر من 100 آخرين في قضية اقتحام السجون، حيث شهدت بعض محاكم مصر اليوم يوما داميا عندما قام مجهولون بالهجوم على بعض المحاكم وأحرقوها، فيما قام البعض بوضع عبوات ناسفة بمحيط مجمع محاكم بورسعيد وأسيوط كرد فعل على تلك الأحكام، وقام آخرون باقتحام بعض المحاكم وإطلاق الألعاب النارية فاشتعلت النيران فيها. تلك الهجمات الدامية أدت إلى إصابة طفلة وضابط شرطة وهروب قوات الأمن لمحافظة المنوفية. كما أعلن تنظيم ولاية سيناء التابع لتنظيم داعش تبنيه اغتيال القضاة الثلاثة وسائق الحافلة وإصابة آخرين أمس. من جانبه انتقد الشيخ يوسف القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين قرار إحالة أوراقه وآخرين للإعدام، فقال إن هذه الأحكام لا قيمة لها ولا يمكن تنفيذها لأنها ضد سنن الله في الخلق، ونفى ضلوعه في القضية لأنه كان في قطر في ذلك الوقت. والمفتي ماذا يعرف المفتي عن هؤلاء الناس؟ مفتي من المفتي الذي يفتي بأن يقتل هؤلاء الناس؟ ويقولون إنني كنت أحرض على هؤلاء النهوات، أحرض على الثورة، من حق الناس أن تثور على الباطل وعلى الظلم. عالميا أعلنت هيومن رايتس ووتش أنها قدمت شكوى عاجلة لعدد من الهيئات الحقوقية الدولية كالمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة واللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان بشأن إحالة مرسي وأكثر من 100 للإعدام في قضية أثارت استنقارا حقوقيا دوليا واسعا. بدورها اعتبرت منظمة الكرامة لحقوق الإنسان في جنيف الأحكام مخالفة للدستور 2012 الذي وضع شروطا محددة لمحاكمة رئيس البلاد. في سياق المتصل أعدمت السلطات المصرية 5 فجرا 6 من معارضي الانقلاب في القضية المعروفة إعلاميا بأحداث عرب شركس بتهمة قتل ضابطي جيش خلال مداهمة قرية عرب شركس بمحافظة القليوبية عام 2014 والقبض على مجموعة لأنصار بيت المقدس، وتم تأييد الحكم أمام المحكمة العسكرية. نقل 6 من سجن العقرب شديد الحراسة وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة، وقال محامون وأقارب للضحايا أنهم لم يتلقوا أي اخطارات بشأن تنفيذ الحكم. ويسرني أن أرحب بضيفي في الاستوديو، بداية مع سيد إسحاق ليفانون سفير الإسرائيلي السابق لدى مصر، مرحبا بك. ومع زميل هشام فريد مراسلنا للشؤون المصرية وحقوق أيضا. بداية معك هشام، كونك حقوقي، كيف يمكن النظر إلى هذه الدعوة القضائية وإلى هذا القرار تحديدا من الناحية القضائية؟ هو في البداية هذا القرار ليس نهائيا وليس بات، لأن بعد 62 يوم إن شاء الله يوم 2 يونيو القادم ستعود الأوراق مرة أخرى من فضيلة المفتي، وعادة المفتي ما بيقولش لا في هذه المواضيع، فهنا بيتم حالة الأوراق بالفعل إلى الإعدام. هنا يكون هناك نقط لمدة 62 يوم، والمصادفة الغريبة أن يوم 2 يونيو القادم هو الذكرى السنوية لتولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم يعني في مصر. هل يوجد هناك أي مقاربة أو أي صفة أم أن الأمر مدبر؟ دائما أنا أو أغلب الشعوب العربية والمصرية دائما تميل إلى المؤامرة، فيبدو 2 يونيو هو الذكرى السنوية الأولى لتولي الرئيس
الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئاسة في مصر هو نفس اليوم اللي سيتم فيه الحكم أو النطق بالحكم الإعدام على السيد الرئيس السابق المعزول محمد مرسي وكذلك أيضا الشيخ القرضاوي وغيرهم. ولكن مش منطقي أبدا أن الهروب من السجن تكون عقوبته إعدام، يعني ما حصلتش. بإضافة أن هم بيقولوا أن في ناس من حماس وناس من حزب الله والثورة الإيرانية، طيب لماذا تم حذفها؟ يعني كان في البداية هناك بعض الأشخاص من حماس وحزب الله والثوري الإيراني. طيب سنعود لهذه النقطة تحديدا. سيد ليفنون، السؤال الذي يطرح، هل ترى بهذا الحكم، وأنت كنت في مصر وكنت سفير أيضا في مصر، هل ترى بهذا الحكم حكم يمثل إرادة الشعب المصري في نهاية المطاف، أم أنه حكم كما يصفه عدد ليس بقليل في الشارع المصري بأنه حكم لا يمثل إرادة الشعب المصري؟ على الأقل هو يمثل جزء من الشعب المصري الذي دعم السيسي وهو مناهض للإخوان المسلمين، يعني جزء من الشعب نعم. ولكن من الناحية القضائية أنا أظن أنه للرئيس مرسي لديه مرتين حق الاستئناف. إذا في 2 يوليو سماحة المفتي يقول أنه الإعدام هو إعدام، من حق مرسي أن يستأنف ويقوم بالطعن بعد 62 يوم. طب كيف ولكن إذا كان بالطعن كيف سيتم إعدام الثلاث شهداء الفلسطينيين اللي ماتوا في الحماس أصلا؟ إذا قاموا بالإعدام مرة ثانية بحق مرسي الطعن مرة ثانية، والمرة الثانية سيكون محكمة الاستئناف هي محكمة موضوع. ولكن عندما تقول أن هذا الحكم هو يمكن له أن يكون له تمثيل معين في الشارع المصري، هذا يدل في نهاية المطاف على أن القضاء يستند على رأي الشارع، وهذا أمر غير صحيح. يجب على القضاء أن يكون منصف، أن يستند على حجج قضائية وذرائع شرعية في نهاية المطاف. حسب معلوماتي وحسب ما أنا قرأت يعني قبل أسبوع في مجلة أمريكانية محترمة ساينس مونيتور، إنه القضاء المصري هو قضاء مستقل أو على الأقل مستقل لنسبة يعني عالية، مش يعمل بيقول يعني الحكم. ولكن المفتي هو مفتي معين من الحكومة، هو مش يعني منتخب أو معين على 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 يد القضاء، لذلك المفتي باستطاعته أن يعمل الأوامر الذي يستكملها من إذا في نهاية المطاف السلطات في مصر هي الحاكم وهي الجلاد. شو محمد، أنا عشت هذه الفترة، فترة الهروب من السجن، بما أنه المحل اللي كنا نحن موجودين فيه وأنا كنت عايش فيه من وراء كان سجن طارة وهربوا أيضا من هناك. صحيح. ونحن سمعنا وكان خوف كبير بكل صراحة، بما أنه كل الحماس وكل الحزب الله وكل الأشخاص والمجرمين والآخرين كانوا في الشوارع مش في السجن، يعني أنا عشت هذه الفترة وكانت فترة يعني مخيفة جدا. النقطة الأساسية من هي كان المسؤول عن الحدود في مصر في هذا الوقت لدخول إرهابيين من حماس وحزب الله، مين كان مسؤول عن المخابرات في مصر والمخابرات الحربية؟ كان الجيش، ولكن الجيش كان مين يعني مسؤول عنه؟ الجيش، عبد الفتاح السيسي كان ساعتها مدير المخابرات الحربية، ولكن والجيش يعني كان يعني مش بـ 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 بأعداد كبيرة، بما أنه كان في الاتفاقية بينه وبينهم بمنع يعني دخول الجيش. رئيس أركان السابق سامي عنان قال آخر الأسبوع أن هو على عهدته أن لم يوجد أي عناصر من حزب الله ولا حماس دخلوا مصر في هذا الوقت. 3 شهور بعد هذه الفترة أنا قريت بالجرائد المصرية مقابلة مع شخص من حزب الله وشخص من حماس، واحد من غزة واحد من بيروت، وهو حكى كيف اقتحموا السجون واستنظروا هنالك سيارة تاكسي أتت بأوامر من غزة لتأخذه لغزة. يبقى مين المسؤول ساعتها عن إدخال هؤلاء الأشخاص؟ دعونا من قضية من هو المسؤول لنناقش شأن آخر وتحديدا هشام. يعني يقول سيد ليفنون أن هناك حق لمرسي في نهاية المطاف أن يطعن على هذا القرار، ولكن السؤال الذي يطرح هنا، والمحامي باسم مرسي قال في تصريح له أن مرسي ربما لا يطعن على هذا القرار لأنه لا يؤمن بشرعية أو لا يعترف في هذه المحاكمة أصلا، هل تعتقد أن هذا قرار صحيح أن لا يطعن مرسي في نهاية المطاف على هذا القرار؟ لابد أن يطعن، لابد، هذا من الناحية القانونية زي ما قال سعادة السفير، هناك 3 في ابتدائي، في استئناف، في نقض، وهناك أيضا بعد النقض عندك 62 يوم لابد تطعن فيه. ولكن أنا لا أعرف كيف يعني شخص أسير في السجون الإسرائيلية من 19 سنة طلع من السجون الإسرائيلية لابس طاقية الإخفاء، دخل على مصر، حرر المسجونين زي مرسي وغيره، ورجع مرة ثانية للسجون الإسرائيلية. هذا الشخص لا هشام، نعم. حسب معلوماتي بما أنه أنا عشت هذه الفترة، ولكن التاريخ هو الذي سيحكي في هذا الموضوع. عندما بدأت الثورة، يعني أنا أتكلم 25 يناير
مش 28 او 27 او 29، 25 يناير بدا تسلل من غزة الى داخل سيناء والى داخل مصر من اعضاء الحماس وعز الدين القسام والى اخره. النقطة الثانية التي متهم بها ليس فقط مرسي ولكن كل الاخرين ايضا هو اقتحام متعمد. انت بتقول اقتحام، الاقتحام ياتي من اقتحام. من الخارج للداخل. مرسي كان في الداخل، اذا هو لم يقتحم السجن، هو كان لا جوه. كان في واللواء محمد ابراهيم وزير الداخليه في اللقاء مع خيري رمضان على سي بي سي حلف، قال والله العظيم اسم مرسي لم يكن موجود ضمن المساجين ولا ضمن الموجودين، وهذا ممكن نلاقيه على اليوتيوب، بإضافة ايضا على اليوتيوب. هذه وظيفه المحكمه، والمحكمة عليها كانت أن تدرس كل هذه المواضيع. أنا ما كنتش هناك، ولكن سيد ليفانون عندما كانت يعني طيب. تصورتها أنا عندما كنت موجود هناك. وصلت الفكرة، ولكن سيد ليفانون يعني لا يمكن لأحد على وجه الأرض اليوم أن ينكر بأن هناك انتقادات لاذعة وكبيرة جدا من قبل المنظمات الحقوقية، من قبل المنظمات الداخلية في مصر وخارج مصر والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي. نعم. وكل الدول التي تصف نفسها بالراعية للحقوق والديمقراطية تنتقد بشكل لاذع هذه القرارات المصرية. إذن لماذا نأتي اليوم ونقف أمام هذا القرار ونقول أنه يمكن له أن يكون له نوع من المصداقية في داخل الشارع المصري؟ أولا أنا لا أظن حسب رأيي أنه الرئيس السيسي أو أي سلطة عليا في مصر ستكرر الإعدام، بما أنه إذا أردت أن تعدم شخص الطريقة هي يعني مختلفة، مش سنة ونصف المداولات بالقضاء، يعني زي ما عبد الناصر عمل مع سعيد قطب أخذ له يومين ونص وشنقوا في شو اسمه. لذلك أنا هذا أمر لربح الوقت أو ربما اللي تقليل من شأن الإخوان. علينا نأخذ بعين الاعتبار أنه مصر هي تحارب الإرهاب، إرهاب حقيقي بسيناء وداخل مصر. يعني علينا أن نأخذ بعين الاعتبار أيضا أن هنالك مسؤولية كبرى على السلطات المصرية بكي يستقر الوضع في مصر، وهنالك أيضا ونحن سمعنا الكرداوي وسمعنا المنظمة الدولية للإخوان المسلمين وهي تهج وتقول إذا يا سمح الله أو إذا حصل وعدم المرسي ستقوم الأيام في مصر وهن سيشعلون النار في كل مكان. لذلك على السلطات المصرية أن تأخذ بعين الاعتبار هذا الوضع لكي يستدب الاستقرار في داخل البلد. طيب وصلت الفكرة هشام، الوقت يداهمنا، فباقتضاب لو سمحت كيف ترى أن يمكن المستقبل من هنا؟ هل سيكون بالفعل يعني يقولك لا أعتقد أن السلطات المصرية في نهاية المطاف ستعدم الرئيس المصري المعزول محمد مرسي، هل تعتقد بالفعل أن حكم الإعدام سيخرج إلى حيز التنفيذ أم أنه سيبقى نوع من التخويف أو نوع من تقليل شأن الإخوان المسلمين أو ترهيبهم في داخل مصر؟ حتى الآن الأمور في مصر تمشي بعشوائية مطلقة، حتى الآن لا نعرف بالتحديد إذا كان هناك مسجون في سجون إسرائيلية الآن واخد إعدام، واحد شهيد واخد إعدام، كل الأمور ملخبطة حتى الآن وغير مدركة. لا. تماما لا أدري حتى الآن سيتم تنفيذ، اليوم تم تنفيذ حكم الإعدام على 6 من عرب شركس أو قضية تعرف بعرب شركس، وهي أول مرة يتم تنفيذ حكم الإعدام كانت 5 فجرا، وهم بعاد كل البعد عن هذا الموضوع. أنا في رأيي في الفترة القريبة القادمة سوف سوف تظهر الأمور أو خباياها بالتحديد. مراسلنا هشام فريد شكرا جزيلا. من وقت سيد كتب لا يعدم شخص سياسي في مصر. وصلت الفكرة ودبلوماسي أيضا يسحق لبنان، شكرا جزيلا لك. شكرا. والآن إلى سوريا، ففي الوقت الذي تستمر فيه المواجهات العنيفة في مناطق عدة في البلاد كالقلمون وجسر الشغور، أوقعت المعارك المستمرة منذ 4 أيام بين مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية والقوات الحكومية في محيط مدينة تدمر وسط سوريا نحو 300 قتيل. الأزمة السورية في تقرير خاص للزميل فراس حامد. سوريا أم المعارك وقلب الصراعات، فلهيب الوغى يجتاح ما فيها من جبال وسهول، بداية من القلمون مرورا بدير الزور، تدمر ثم جسر الشاغور. وفي جبال القلمون صرح حزب الله اللبناني أن قواته مدعومة بالجيش السوري حققت تقدما كبيرا ضد قوات المعارضة في المنطقة الجبلية التي يصعب القتال فيها، الأمر الذي يعزز عزيمة النظام الذي مني بهزائم ساحقة في الأونة الأخيرة في أنحاء متفرقة من البلاد. في النتائج المباشرة إلحاق هزيمة مدوية بالجماعات المسلحة وخروجها من كافة يعني بصير وخروجها من كافة مناطق الاشتباك، بكل مناطق الاشتباك هم انهزموا خرجوا، استعادة مساحة ما يقارب 300 كيلومتر مربع من الأراضي السورية واللبنانية من سيطرة المسلحين، طبعا المساحة الأكبر من الأراضي هي سورية. وفي دير الزور أعلن المرصد السوري لحقوق الإنسان
مقتل 32 عنصرا من تنظيم الدولة الإسلامية بغارات أمريكية، وذلك غداة أول عملية إنزال ناجحة للقوات الخاصة الأمريكية، ما أسفر عن مقتل القيادي البارز في داعش أبو سياف. وكانت قد كشفت وزارة الدفاع الأمريكية تفاصيل هذه العملية، مشيرة إلى أن مترجما عراقيا اكتشف موقع زوجة القيادي في التنظيم، ما دفع القوات الأمريكية إلى الشروع بمواجهات مع مسلحي داعش وسط تغطية جوية، وانتقالا إلى تدمر، حيث اندلعت اليوم معارك ضارية بين القوات السورية الحكومية وعناصر تنظيم الدولة الإسلامية في محيط المدينة، وسط أنباء عن مقتل جنود نظاميين بنيران صديقة. وتزامنت هذه المعلومات مع استمرار المعارك لليوم الثاني على التوالي في محيط وداخل تدمر، ما أوقع نحو 300 قتيل من طرفي النزاع في حصيلة صدرت اليوم عن المرصد السوري. وختاما في جسر الشاغور، إذ لا تزال قوات المعارضة تحافظ على مواقعها عقب اندلاع اشتباكات عنيفة قرب الأطراف الجنوبية الغربية في المنطقة مع قوات النظام التي لا تكل هي الأخرى سعيا لتحقيق التقدم. الحمد لله رب العالمين، الأخوة بجسر الشاغور تقدم دائم إلى الأمام، والخنازير والنصيرية يلوذون بالفرار دائما. معارك لا تحسم وقتال لا ينجلي، وفي خضم الصراعات يراهن كل فريق على النصر، ليقول قائلهم إنما النصر صبر ساعة وبشر الصابرين. وللوقوف على آخر التطورات في الميدان السوري والأزمة السورية ينضم إلينا الإعلامي والمحلل السياسي دكتور حسن مرهج، مرحبا بك. مساء الخير. بداية حول التطورات الأخيرة، يعني تدمر، جسر الشغور، القلمون، ودير الزور مؤخرا أيضا، المعارك السورية لا تهدأ والميدان السوري لا يهدأ، وفي الآونة الأخيرة نشهد تصعيد كبير جدا، كيف يمكن بداية تفسير هذا التصعيد؟ يعني أخي محمد، سوريا، من يحارب سوريا هنا أكثر من 82 دولة بالعالم، فطبعا هذه الأمور ما راح تنتهي بيوم أو بيومين أو بالسنة، وصلنا 4 سنوات ونحن بالسنة الخامسة، وإن شاء الله أنه بدت في بوادر إسها للنهاية قريبة. اللي حصل بجسر الشغور وبإدلب بالذات، هناك كان في غلط معين، يعني غلط بالتقييم الوضع اللي هناك، وكانت فرقة اللي اضطرت للانسحاب من الكم الهجوم من الإرهابيين اللي كانوا على جسر الشغور وإدلب، ولكن النظام يدفع ثمن ذلك غاليا اليوم، يعني لا يمكن دحر هذه القوات من جسر الشغور وهذه المناطق. يعني هو كان الهدف بجسر الشغور وإدلب هي استقطاب الوحدات الخاصة للجيش العربي السوري، ونحن نعرف أنه بالقلمون من يحارب اليوم النخبة أو الكتيبة رقم 4، ومن يعرف الكتيبة رقم 4 ما هي مجهزة من عتاد وتدريب، ويعني من نخبة الجيش العربي السوري، هو كان أنه الهجوم على جسر الشغور وإدلب هو سحب هذه القوات إلى المنطقة، وترك القلمون لحتى يستفرد فيها النصرة وداعش. طيب، أريد أن أتوجه الآن وينضم إلي عبر الهاتف من إسطنبول الصحفي والمحلل السياسي والمعارض أيضا عبد الإله الدندشي، مرحبا بك معنا. أهلين، مساء الخير. بداية سيدي، يدور هنا نقاش حول التقدم في الآونة الأخيرة للنظام السوري، ولكن على جوانب أخرى في إدلب تحديدا ومناطق مثل جسر الشغور هناك تقدم واضح لقوى المعارضة، هل يمكن القول أن قوى المعارضة والمعارضة السورية بفصائلها المختلفة ستحسم هذا العراك أو هذه الأزمة بشكل حاد في الآونة القريبة؟ للمدى القريب لا، ما بظن أنه عسكريا نحسم الوضع بسوريا. هل الواضح أنه هلأ من خلال هالمعارك اللي عم تقوم فيها حزب الله بالقلمون، هلأ إنه هو حزب الله أوليته إنه يحمي جناحه بالقلمون على الحدود اللبنانية، وين ما حزب الله محلي ما بيقدر يدعم جيش النظام، جيش النظام ما بيقدر يوقف، ما بيقدر يصد للهجمات اللي عم يصير. واضح جدا هلا انه النظام ما عنده اي امكانيه انه يسترجع الاراضي السوريه بالشرق وبالشمال سوريا. اذا كيف تفسر هذا التقدم في القلمون؟ والسيد حسن نصر الله قال في خطابه الاخير ان فقط قتل 13 عنصر من حزب الله وسبعه عناصر من القوات السوريه من الجيش السوري. يا سيدي، هاي ثالث مره حزب الله بيضطروا يفوتوا على القلمون. هاي ثالث مره، والسنه الجايه رح يضطروا كمان يردوا يفوتوا على القلمون. هاي معركة القلمون ما راح بأمر راح تنتهي بما أنه الوضع بسوريا بهذا الشكل هذا.
ولكن إذا كان الوضع بهذا الشكل، يعني ما هو الحل الذي تقدمه المعارضة السورية في نهاية المطاف كبديل؟ يعني المعارضة السورية تطرح ذاتها على أنها بديل للنظام في نهاية المطاف. هلا حتى هلا أكيد أكيد لازم يكون في بديل للنظام. النظام هذا النظام فشل بكل معنى الكلمة، مو بس فشل يواجهه تجاه الشعب السوري، فشل تجاهه تجاه واجب الموالين له كمان. موالين النظام هلا إرسالين حياتهم من بشار، هني بدهم بديل. الحل الأخير أكيد أكيد رح يكون سياسي، يعني ما في حل عسكري لهالوضع اللي نحن فيه. أكيد بالأخير الحل رح يكون سياسي. هناك في الآونة الأخيرة سيد عبد الإله مصادر تقول أن المعارضة تسعى ودول الغربية خاصة تسعى إلى جعل جيش الإسلام بقيادة زهران علوش هي أو هو القائد السياسي أو القائد العسكري أيضا المعتمد وصاحب الشرعية. هل ستقبل المعارضة السورية بذلك؟ أنت كمعارض سوري هل تقبل بذلك؟ هلا ما في أي فئة لحالة رح تقدر تفرض حالها على سوريا، لو كان من النظام أو كان من المعارضة. ما عندك قوة وحدة لحالة رح تقدر تفرض حالة على 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 على, على, على سوريا كلها. ولكن هذا في نهاية المطاف يعني يأتي على حساب الدعم السعودي والدعم التركي والدعم الغربي. يعني عندما نقول أن جيش الإسلام يمكن له أن يتلقى دعم أكبر من الجهات الغربية، يمكن له أن يستمر في نهاية المطاف في مواجهة النظام. جيش الإسلام لحاله ما رح يقدر يفرض حاله على البلد كلها. بالأخير بدك 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 حكومة تكون مكونة من المعارضين والموالين كمان. نعم. نفس الشيء بدك من كل المجتمع السوري عشان يقدروا يحلوا هالمشكله. طيب سيدي هناك يعني مداخله من الاستوديو للسيد او للدكتور حسن مرهج، يريد ان يطرح عليك بعض الاسئله. يعني ما يدل عبد الاله انه للاسف يعني بسموكم معارضه، ولكن انا باعتقادي انتم ارهابيين واخونا للبلد وللجمهوريه العربيه السوريه ليس اكثر. وانت انا شفت لك كثير منزل شغلات اللي هي ما لها صحه اصلا على ارض الواقع. الجيش العربي السوري قادر دعس داعش والنصره وكل ما يسموهم بالمعارضه، وانا اصر على كلامي انه انتم ارهابيين لا اكثر ولا اقل. فوانت تعترف الحمد لله انه حتى داعش مش راح يقدر يسيطر على الوضع الموجود بسوريا. وبالآخر هو الكلمة الأخيرة راح تكون للجيش العربي السوري. دعنا نعطي حق سيد عبد الإله، هو يقول أن المعارضة السورية هي معارضة إرهابية، كيف ترد على ذلك؟ هل حكي هذا الجيش العربي السوري إرهابيين؟ هاي موضة أدنية صار لكم 4 سنين عم تكرروا. ولوين شو استفدتوا منك؟ شوف لوين وصلتوا. وانتوا وين وصلتوا؟ هيكون هربانين بتركيا ومتسترين بالغرب، وين وصلتوا؟ اي معارضه انتم بتساووا نفسكم؟ معارض اقعد بطريقه حره وديمقراطيه. دعنا نعطي حق الرد. حتى الايرانيين بيعترفوا بهالشيء هذا، حتى الايرانيين بيقولوا لك لولا دعمنا كان هالنظام هذا سقط بال 2012 2013. ما حدا بيقدر ينفي هالشيء هذا. شو بدنا نقول جيش مو جيش؟ ما عاد بقى في شيء اسمه جيش اصلا. في جيش وايوه عم احتل القلمون الجيش وقتلهم لكل المعارضه هناك وهربوا مثل الفيران وطلبوا بالانسحاب بالاول قبل ما يطلعوا من القلمون. سيد عبد الاله ابقى معنا لو سمحت. سيد عبد الاله ابقى معنا لو سمحت. دكتور مرهج يعني يقول لك لا يوجد وجود للجيش السوري لولا دعم ايران، لولا هذا الدعم من هذه الدول الحليفه في نهايه المطاف. يعني لما استمر هذا النظام يعني الشعارات هاي دعم وهذا، مين عم يدعمهم؟ كلهم مرتزقة للسعودية ولقطر. مين عم يدعمهم هدول؟ كل الخونة السوريين اللي يعدوا حالهم معارضة، وأنا بصر إنه هن إرهابيين. مين عم يدعمهم؟ ولكن في النظام إيران إذا دعمت إيران دولة لدولة في اتفاق بين دول ودعمت ودحرت كل الإرهابيين والتكفيريين اللي موجودين هناك وحررت الأرض السورية من هدول المجرمين اللي موجودين على أرضها اللي بيقتلوا أطفال ونساء وبيجي بيقول لك بيتفلسف النظام، مين دعمهم هن؟ الريال السعودي قاعد هن بيشتغلوا، كلهم مرتزقه هدول. طيب دعنا نقول كيف ترد على ذلك سيد عبد الاله؟ هو يقول انكم مرتزقه يعني في نهايه المطاف المعارضه السوريه ولا يصح. 4 سنين عم يكرروا هالكذبه هاي، ارهابيين، الجيش الوطني الى اخره، لك انتم لازم تشوفوا انه طريقكم مو ظابط معكم، غيروا طريقكم، غيروا طريقه تفكيركم يا زلمه، صار لكم 4 سنين وشو كيف التفكير هذا ورطكم. ولكن سيد عبد الإله في نهاية المطاف يعني مش ضابطة برضو معكم، يعني مع المعارضة أيضا. عفوا، ولكن في نهاية المطاف تقول يعني مش ضابطة معهم ولا ضابطة معكم. أنا أقول في نهاية المطاف عندما تقول أن الأمر لا يستطيع النجاح مع قضية النظام ولكن أيضا لا ينجح مع المعارضة السورية. المعارضة السورية خلال 4 سنين لم تنجح. بالأخير لازم يكون في حكومة وطنية مالفة من كل المجتمع السوري،
مو بس معارضة، كمان العالم كله رفضوا هالنظام هذا، هالنظام المجرم الفاشي. طيب وصلت الفكرة، وصلت مجرمين غيركم عبد الإله. دكتور حسن مرهج، عبد الإله دندشي، شكرا لك على هذه المداخلة الهاتفية من اسطنبول، شكرا جزيلا لك. عودة إليك دكتور مرهج، يقول لك يعني 4 سنين واستعمل هذا المصطلح مش ضبط معكم، يعني لما أنت بتحارب 82 دولة خلال 4 سنين وبتعمل فيها إنجازات وبتحافظ على سيادة الوطن بكم بتسترجع كمان أراضي اللي احتلت على الأرض الإرهابيين استولى عليها، يعني هذا شيء إنجاز رائع جدا. وإحنا شفنا أكبر دليل على الموضوع هذا ما حصل بالقلمون بديت فيها ثلاث مراحل، الحرب النفسية، الحرب الأمنية، والحرب العسكرية. ولكن في المقابل يا سيدي لا يمكن لأحد أن ينكر، وأعتقد أنك تعي ذلك تماما، أن سيادة الدولة السورية نصفت، يعني إيران تتحكم وروسيا تتحكم اليوم وفي كافة المناطق، المقاتلين الأفغان يصولون ويجولون في كافة المناطق، المقاتلين الإيرانيين يسيطرون على العاصمة دمشق وعلى مناطق الساحل. كيف يمكن لك أن تفسر ذلك في نهاية يعني المطاف يعني للشعب السوري؟ نعم، يعني خذ لي شخص واحد أنت هلأ بواجه 82 واحد، شو بإمكانه يعمل لو عنده كل الوسائل اللي موجودة؟ تركيا فتحت حدودها وعم تدعم بمال وبعتاد مهب ودب، السعودية وقطر سخروا كل أموالهم للحرب ضد سوريا وتزييق سوريا. عندك لما اجت ايران وروسيا مش متحكمه بسوريا، سوريا ذات سياده ولها القرار تبعها، وشعبها الشعب السوري كمان قال كلمته بانتخاب الرئيس بشار الاسد الاخيره، وروسيا وايران هي تدعم الجيش السوري والحكومه السوريه بقياده الرئيس بشار الاسد. هناك سؤال او هناك دعنا نقول سيناريو يطرح في الاونه الاخيره ويقال كما يقول البعض انتظروا قليلا وموعد النصر القادم، لان هناك على ما يبدو تحالف جديد سياتي الى سوريا، هل تعتقد ان هذا التحالف سينهي هذه الازمه السوريه باقتضاب لو سمحت؟ هذا العامل النفسي اللي انا حكيت عنه، والعامل النفسي اللي بيسخر الاعلام المضلل او الاعلام اللي يتبع للسعودية وقطر وتركيا. ولكن كل هاي احنا واعيين للامور هاي، احنا ندرك كل الامور هاي، واليوم بطلت العامل النفسي هذا ياخذ دور. واحنا شفنا اشاعات كثيرة عن مقتل الاسد، عن مقتل سماحة الامين العام حسن نصر الله او جلطة قلبية ومش عارف، هذا كله دعايات نفسية لن تساعدهم باي شيء، وبالاخر النصر الكبير رح يكون للجيش العربي السوري، بديت بالقلمون رح تنتهي بجسر شغور وإدلب إن شاء الله. نحن سنواكب بالطبع هذه الأحداث الإعلامية والمحلل السياسي دكتور حسن مرهج، شكرا جزيلا لك. وبهذا نأتي أعزائي المشاهدين إلى ختام الفقرة الأولى من أخبار اليوم، فاصل ونعود. تصاعد الانتقادات للقضاء المصري عقب إعدام 6 متشددين وإحالة أوراق مرسي إلى المفتي. مطارق تنظيم داعش تقترب من مدينة تدمر الأثرية وسط احتدام المعارك في أنحاء متفرقة من البلاد. ومراهنة دولية على تأثير مؤتمر الرياض تزامنا مع قصف الحوثيين لتعز ورد قوات التحالف على الجماعة. مرحبا بكم من جديد. تصادف اليوم حسب التقويم العبري ذكرى 48 لما تعتبره السلطات الرسمية في إسرائيل ذكرى توحيد مدينة القدس، وعليه تقام الاحتفالات السنوية، بينما يعتبره الفلسطينيون ذكرى احتلال القدس الشرقية. وإثر ذلك اندلعت مواجهات في مناطق عدة بين رجال الشرطة وعشرات المتظاهرين الفلسطينيين. ولمواكبة هذا الموضوع ينضم إلينا من مدينة القدس مراسلنا أمجد أبو عرفي. أمجد مرحبا بك معنا، يعني رأينا هذه التغطية اليوم وكان هناك العديد من الاشتباكات، بداية كيف يمكنك أن تصف هذه الاشتباكات اليوم وحال الأوضاع الآن؟
يعني نعم محمد، هذه هي الأوضاع الطبيعية في مثل هذا اليوم في كل عام، هذا هو السيناريو المتجدد كل عام عندما يحين هذا اليوم، يوم ذكرى توحيد مدينة القدس كعاصمة واحدة وأبدية لدولة إسرائيل، وهو القانون المسن عام 1980. أيضا الفلسطينيون يستنكرون هذا القانون ويعتبرون أن القدس عربية موحدة ستبقى وليست عاصمة لدولة إسرائيل، وبالتالي في هذا اليوم يخرج المتدينون واليمينيون بشكل عام الإسرائيليون احتفالا بهذا اليوم بمسيرة تسمى مسيرة الأعلام، تجوب شوارع مدينة القدس لا سيما البلدة القديمة والأحياء الشرقية منها. في المقابل يتظاهر الفلسطينيون تنديدا واعتراضا على هذه المسيرات، هذه المسيرات عادة ما يتخللها أعمال عنف ما بين المتظاهرين الفلسطينيين وأفراد الشرطة، وبالمقابل أيضا بين المتظاهرين اليهود وأفراد الشرطة، وأيضا ضد المتظاهرين الفلسطينيين. الشرطة تتواجد دائما بكثافة كما شاهدنا اليوم لمنع هذه الاحتكاكات والاشتباكات، ولكن يعني بالرغم من أنها تنجح في الحد الكبير منها إلا أنه تقع هناك اشتباكات كما حدث اليوم، شرطيان على الأقل أصيبا بجراح طفيفة كما وصفتها المصادر الشرطية، أيضا حوالي 4 مواطنين مقدسيين أصيبوا أيضا بجراح تم اعتقال 5 على الأقل من المتظاهرين الفلسطينيين بعد هذه الاشتباكات. أمجد السؤال الذي يطرح انتهت قبل قليل بشكل السؤال الذي يطرح في هذا الموضع أمجد، يعني الكثير من الفلسطينيين يقولون بشكل واضح جدا أن القدس الشرقية تختلف تماما عن القدس الغربية، إسرائيل تميز بحق القدس الشرقية ولا يوجد أي توحيد فعلي لشطري المدينة سوى هذا القانون الذي لا يطبق على أرض الواقع. هل يمكن القول في نهاية المطاف أن هذه الجدلية صادقة وحقيقية أم أنها جدلية فقط يستعملها الفلسطينيون؟ لا، هي حقيقة محمد إحدى أهم المشاكل التي تواجهها مدينة القدس، وهي ربما لب مشاكل هذه المدينة. بالفعل مدينة القدس تم توحيدها بشكل سياسي وأيضا بشكل أمني، ولكن هناك تمييز لا يزال يظهر للمتجول في مدينة القدس، يرى الفرق في الاختلافات في البنية التحتية في الخدمات في كل شيء. تختلف مدينة القدس عن الشرقية عن الشطر الغربي منها على مستوى الخدمات، على مستوى التنظيم، على مستوى والبناء، على كل المستويات حتى المستويات الاقتصادية، وبالتالي ربما هذا ما يجعل من شرقي القدس بؤرة للصراع، بؤرة للمشاكل، بؤرة للمواجهات دائما، لأن ربما سكان شرقي القدس من خلال هذا التمييز لبلدية القدس ربما أيضا للدولة يعني التي لا تهتم بشكل كبير وبالتساوي مع الشطر الغربي بالشطر الشرقي، ربما يخلق عند المواطن المقدسي بنوع من الشعور بال الظلم بالدونية، وبالتالي هو لا يشعر بأنه يتلقى حقوقه، على العكس تماما هو يعتبر دولة إسرائيل وبلدية القدس بلدية احتلال، وبالتالي هو يرفض أن يكون تحت بلدية القدس وتحت مسؤوليتها وتحت دولة إسرائيل، وبالتالي هو يرفض أصلا هذا القرار بتوحيد المدينة الشكلية كما يعتبره. من مدينة القدس مراسلنا أمجد أبو عرفة، شكرا جزيلا لك. والآن إلى شأن آخر وإلى العراق تحديدا، وسط نزوح الآلاف من مدينة الرمادي أرسل الجيش العراقي تعزيزات إضافية إلى عاصمة محافظة الأنبار، وفي غضون ذلك انسحب تنظيم الدولة الإسلامية من المجمع الحكومي في الرمادي جراء القصف الجوي العنيف من قبل الجيش. المشهد العراقي بين سيناريو التقسيم والاقتتال على أرض الواقع مع نسرين إبراهيم بغوش. قضية العراق وتنظيم الدولة الإسلامية ما زالت في الواجهة، إذ أرسل الجيش العراقي تعزيزات إضافية إلى مدينة الرمادي عاصمة محافظة الأنبار بعد سيطرة مسلحي تنظيم الدولة الإسلامية على وسط المدينة. وقال ناطق عسكري باسم القوات العراقية بعد انسحاب قواتها من الرمادي أعادت تشكيل صفوفها، وذلك بعد تلقي دعم جوي من التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة، حيث شنت القوات العراقية هجوما جويا على مناطق وسط الرمادي بمساندة 3 أفواج من الجيش التي وصلت من قاعدة الحبانية شرق الرمادي. ومن
ناحية ثانية، آلاف من أهالي الرمادي نزحوا عنها بسبب القتال الدائر هناك، وإن مئات المدنيين بينهم نساء وأطفال ممن وجدوا أنفسهم وسط تقاطع النيران أثناء محاولتهم النزوح من المدينة لقوا حتفهم أو أعدموا من قبل مسلحي داعش. وفي غضون ذلك انسحبت الدولة الإسلامية من مجمع الحكومي بسبب القصف الجوي العنيف على مواقعهم، ويشار إلى حال سقوط محافظة الأنبار فستوجه ضربة موجعة للقوات الحكومية. هذا وحذر رئيس المجلس الإسلامي الأعلى عمار الحكيم من محاولات تقسيم العراق داعيا الوحدة العراقية وإن كانت طوعية إلا أنها قدر، ودعا أيضا إلى تقوية الحس الوطني وجعل المواطنة أعلى الاعتبارات. أما عن العلاقات الإيرانية العراقية فتشهد هذه الأيام علاقات غير مسبوقة، حيث لا يمر أسبوع حتى يسمع عن زيارة لمسؤول رفيع من هنا أو هناك يعلن فيه عن اتفاق ثنائي جديد أو تصريحات لدعم سياسة الجوار، زيارة ولقاءات سيكون لها واقع على مصير ومستقبل العراق. على الوقوف على آخر التطورات في المشهد العراقي ينضم إلينا عبر الهاتف من إربيل الكاتب والمحلل السياسي عبد الغني علي يحيى. مرحبا بك سيدي. أهلا وسهلا. إذن يمكن القول تقدم مستمر لداعش ما بين كرن وفار للجيش العراقي هنا وهناك، كيف يمكن تفسير هذا وسط هذا الدعم الهائل؟ الولايات المتحدة، إيران وغيرها من الجهات الغربية أيضا تدعم الجيش العراقي، وحتى اليوم لا يوجد حل ولا يوجد حل في الأفق أيضا. نعم، في رأيي أن التقدم الذي أحرزه تنظيم الدولة الإسلامية داعش سيما هذا اليوم وقبل أيام، فهذا اليوم تمكن هذا التنظيم من السيطرة على مقر قيادة عمليات الأنبار غرب تكريت، الأمر الذي بعث بالقلق في الأوساط القيادية العراقية. وعندي أن الانتصارات التي يحرزها تنظيم داعش على القوات العراقية يرد إلى أسباب سياسية، فلقد تزامن هذا التقدم لداعش مع توتر العلاقات بين الأقليم وبين الأقليم الكردي وبين بغداد على خلفية عدم التزام الحكومة العراقية بالاتفاق النفطي الذي وقعته مع حكومة أقليم كردستان، كما أنه يتزامن أيضا مع المزيد من التحرشات التي تنفذها الميليشيات الطائفية الشيعية ضد السنة، وهنالك أمثلة على ذلك مثل قيام هذه الميليشيات قبل نحو أسبوعين ببسط سيطرتها على ناحية النخيب التي تعتبر ربع مساحة محافظة الأنبار، إضافة إلى ولكن سيد عبد الغني، يعني هل يمكن، اسمح لي لو سمحت، هل يمكن ان افهم من كلامك هذا ان تقدم داعش هو في المقابل بسبب فساد الحكومه وبسبب فساد الجيش العراقي؟ هذا ما يمكن فهمه من حديثك. بدون شك ان تقدم داعش هو مرده ان هنالك فساد مستشري في أجهزة الدولة العراقية، إضافة إلى عز الجيش العراقي عن المسك بالملف الأمني وكذلك بالأرض أيضا. لذلك فإن التطورات الأخيرة التي حصلت نتيجة هذه السياسات التي تتبع الحكومة العراقية سيما حيال الكرد وكذلك حيال العرب السنة، الأمر الذي جعل من الحكومة العراقية منعزلة بشكل أشد من ذي قبل. لذلك نرى أن انتصارات داعش تزامنت مع هذه التطورات التي ذكرتها. ولكن عندما نتحدث عن انتصارات داعش ولا زال هناك العديد من الأواسط الإعلامية خاصة تقول أن الأواسط السنية، القبائل السنية تتحالف مع داعش وتدعم داعش، هل يمكن القول بأن هذا صحيح؟ وهل بالفعل يعني دعنا نقول القبائل السنية معنية في نهاية المطاف في تقدم تنظيم داعش في العراق؟ لا أستطيع أن أقول أن القبائل السنية هي مع داعش، ولكن لا ننسى أن أكثرية المنتمين إلى داعش في العراق هم السكان المحليون وبالأخص من الطائفة السنية، ولكن العشائر السنية تتذرع بعدم تعاونها مع الحكومة لأن الحكومة لم تلبي طلباتها بشأن تزويدها بالسلاح وكذلك بدعم آخر أيضا،
وكما أن الحكومة أيضا لم تبعث بالتعزيزات العسكرية إلى الأنبار والتي طلبتها الحكومة المحلية هناك. لذلك فإن العشائر السنية بل والمكون السني برمته ينظر بعين الشك والارتياب إلى سياسة ومخطط الحكومة العراقية، والتي تتهمها باستمرار باعتماد التغيير الديمغرافي لتهجير السنة من مناطقهم وإحلال الشيعة محلهم. نعم، من إربيل المحلل السياسي سيد عبد الغني علي يحيى، شكرا جزيلا لك على هذه المداخلة الهاتفية. وإلى الرياض، حيث تتجه أنظار اليمنيين اليوم صوب العاصمة السعودية التي تحتضن مؤتمرا يضم الفرقاء اليمنيين باستثناء جماعة الحوثي تحت شعار إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، حيث دعا المتحدثون إلى استئناف العملية السياسية. مؤتمر الرياض ما بين الحق والشك في جدواه بملف اليمن، مع صالح حبيب. مؤتمر الرياض ينطلق وفي لب جدول أعماله وكيف لا اليمن وحربها. فتحت عنوان إنقاذ اليمن وبناء دولة اتحادية انطلقت أعمال مؤتمر الرياض اليوم في السعودية، الذي سيستمر 3 أيام ويشارك فيه أكثر من 400 شخصية من مختلف القوى والشرائح اليمنية، وبحضور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي ممثل عن الجامعة العربية والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ، الذي أبدى تفاؤله أثناء كلمته مشددا على ضرورة تمديد الهدنة الإنسانية. لقد رأينا كيف أعطت هذه الهدنة الإنسانية بصيصا من الأمل، ووفرت مساعدات للشعب اليمني هم في أمس الحاجة إليها. وفي إطار هذه الروح أناشد كافة الأطراف أن تجدد التزامها بهذه الهدنة الإنسانية لخمسة أيام أخرى على الأقل. التحضيرات استغرقت شهرا، وقد شارك فيها ممثلو القوى السياسية الرئيسة في اليمن، الذين أقروا قوائم المشاركين بشكل يضمن تمثيلا لكافة الفئات والمناطق، كما أقروا أهدافا وأجندة تجعل من المؤتمر مكملا لتفاهمات توصل إليها اليمنيون. لكن تغيب الحوثيين عن المؤتمر كان واضحا، رغم أن الدعوة للمؤتمر كانت مفتوحة لجميع الأطراف، لكنها مشروطة بالاعتراف بشرعية الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي. إن هذا المؤتمر هو مؤتمر لكافة أبناء الشعب اليمني بمختلف مكوناته وأطيافه السياسية والاجتماعية، ولا يمكن مطلقا أن يتم استثناء لأي طرفا طالما كان أمن واستقرار اليمن هدفه وبناء الدولة المدنية الاتحادية قايته، دون استعلاء أو ادعاء أو استقواء. الجهود تبذل في سبيل وقف دوامة الاقتتال والدم التي تتسع في اليمن، وسط تفاؤل للتوصل إلى اتفاق وتسوية تكون مقبولة على الجميع في بلد يصبو إلى الاستقرار. تسوية مع من وبين من؟ بين أطراف متفقة مع هادي ليست بحاجة للاتفاق، أم مع طرف تغيب عن المؤتمر؟ وللوقوف على تداعيات الأزمة اليمنية ينضم إلي الخبير في شؤون الشرق الأوسط لايتوني فور نيوز سيد علي واكد، مرحبا بك. السؤال الذي يطرح في ظل هذا المؤتمر وغيره من المؤتمرات ودعنا نقول الخطوات الدبلوماسية، هل يمكن التعويل بالفعل على مؤتمر من هذا النوع إذا كان جماعة الحوثي تتغير؟ يعني الأهم هو من لم يحضر هذا المؤتمر وليس من حضر المؤتمر، بمعنى أن اللاعب الأهم اليوم على الساحة اليمنية، اللاعب الذي يسيطر على غالبية أراضي الدولة اليمنية، كان مغيبا في هذا المؤتمر. ونحن قبل ساعات أو أقل حتى من انتهاء هدنة الخمسة أيام، بمعنى أن الساعات القادمة ستوحي وستكشف لنا هل نحن بصدد تمديد هذه الهدنة أم عودة إلى المواجهة. اللافت أستاذ محمد بما يخص هذا المؤتمر هو حضور بعض الرموز المنشقين عن حزب الرئيس السابق علي عبد الله صالح، الذين حضروا المؤتمر وقالوا أنهم يمثلون شرائحا واسعة داخل حزب المؤتمر الوطني، بمعنى أن هذا التحالف العربي نجح بإحداث يعني انشقاق وثغرة داخل تحالف حزب المؤتمر وعلي عبد الله صالح مع الحوثيين. ولكن يبقى الأهم ماذا سيكون رد الحوثيين، ونحن شهدنا الرد في الأيام الأخيرة وحتى في الساعات الأخيرة، يعني لم يتردد الحوثيين من استعمال النيران، من المضي قدما في منطقة تعز والحديدية ومناطق أخرى، بمعنى أنهم لم يبالوا فيما انهارت الهدنة أو لم تنهار.
ولكن السؤال الذي يطرح، هل يمكن لهذا المؤتمر على سبيل المثال أن يساهم في تمديد الأمنة يعني الهدنة؟ يعني ولد الشيخ طالب بشكل واضح بتمديد الهدنة لخمسة أيام مقبلة للذهاب إلى الحوار لاستئناف الحوار أو الحل السياسي، هل يمكن بالفعل أن نذهب إلى هذا المكان أم أن اليمن بعيدة جدا؟ يعني لا أعتقد أن لهذا المؤتمر تأثيرا مباشرا على الهدنة تمديدها أو عدم تمديدها، بمعنى أن تقررها على هذه الهدنة بدون هذا المؤتمر الأسبوع الماضي. لو قررت السعودية وحلفائها اليمنيين والعرب على الهدنة، هي تعرف الطرق والوسائل والوسطاء للوصول إلى الحوثيين للبحث في تمديد هذه الهدنة. أنا أعتقد أن من سيحتم والأمر الذي سيحتم تمديد الهدنة هي المعطيات على الأرض، والمعطيات على الأرض تشيل في هذه المرحلة إلى يعني وضع قائم إلى حالة من التعادل، سيطرة الحوثيين على الأرض وعدم نجاح الطلعات الجوية للتحالف العربي بقيادة السعودية، إحداث اختراق على الأرض رغم الحديث في الإعلام العربي عن نجاحات ما يسمى باللجان الشعبية، إلا أن الأمر الواقع الواضح هو سيطرة الحوثيين على غالبية المناطق اليمنية وتقدمهم في عدد من المناطق، بمعنى أن الأمور ميدانية وصلت إلى طريق مسدود، وهذا يدفع الأطراف المتنازعة للتفكير بوسائل أخرى، نبدأ بهدنة وربما تتطور هذه الهدنة إلى حوار، ولكن حوار حقيقي يشمل الحوثيين ويأخذ بالحسبان مطالبهم كلاعب أساسي اليوم على الأرض وعلى الميدان في اليمن. ولكن عندما نتحدث عن هذه الحوارات، يعني في الأزمة السورية يوجد حوار جنيف وموسكو وما إلى ذلك، والآن في الأزمة اليمنية هناك حوارات، وهذه الحوارات لا تجلب إلى حل ولا تجلب إلى تقدم على صعيد الدبلوماسي، فلماذا نعتقد أن جماعة الحوثي أو أن الشعب اليمني له أن يؤمن في هذه الحوارات؟ هل يمكن لهذه الحوارات بشكل واسع حتى في الشرق الأوسط عندما ننظر إلى الصورة بشكل أوسع، هل يمكن لها بالفعل أن تجلب الحل؟ أنا أؤيد بشدة ذكرك المثال والنموذج السوري في السياق اليمني، لأن للأسف نحن نرى أن اليمن تتقدم بوتيرة متسارعة لتكون سيناريو سوري آخر، بمعنى أفق مسدود، استمرار المواجهة، لاعبون إقليميون يلعبون في الملف اليمني، وهذا يعيد ويكرر أن حوارات من ناحية، ولكن الأطراف الرئيسية الذي يجب أن يكون لها دور في هذا الحوار مغيبة. يعني نحن نرى في جنيف الحكومة السورية مع بعض المعارضين بدون اللاعبين على الأرض من التنظيمات الجهادية، وفي روسيا أيضا مؤتمرات سورية بدون المعارضة الحقيقية، وهذا هو ما شهدناه اليوم في الرياض. يعني كل الأطراف كانت موجودة عدا الحوثيين، والمفاتيح هي بيد الحوثيين. إذن ولكن عندما نتحدث عن المفاتيح في يد الحوثيين أو هم لب المشكلة كما يصفه الغرب، مجلس الأمن الدولي وغيره من كل هذه المنظمات الدولية، إذا كان جماعة الحوثيين يمكنها أن تحل هذه المشكلة، لماذا هذا التعنت حتى اليوم؟ أنا أعتقد أن جماعة الحوثيين حتى الآن لا ترى بوادر من ناحية الرئيس هادي أو من ناحية السعودية أنها تبدي استعدادا لتأخذ مطالب الحوثيين بالحسبان، ولتأخذ الحوثيين كجزء لا يتجزأ من منظومة الحكم القادمة في اليمن، على اعتبار أن السعودية تعتبر أن الحوثيين هم ليسوا كيان سياسي يمني، ولكن هم يعني بعثة إيرانية في اليمن. لذلك حتى الآن وحتى يغير أي من الطرفين موقفه الاستراتيجي، سنرى استمرار هذا الأفق المسدود. الخبير في شؤون الشرق الأوسطية لـ 24 نيوز سيد علي واكد، شكرا جزيلا لك. ومشاهدينا الكرام، بقاء في الشأن اليمني ولكن في التطورات الميدانية مع تقرير سوسن شاذلي. ما أن دقت عقارب الساعة منذرة بانتهاء الهدنة الإنسانية، حتى احتدمت معارك الميدان اليمني بعد سلسلة انتهاكات، ليشن التحالف العربي غاراته اليوم على مواقع الحوثيين في صعدة المحاذية لحدود السعودية، بعد ليلة خيمت على معارك شرسة بين الحوثيين والموالين للحكومة جنوبي البلاد. أما هجمات الحوثيين فتصاعدت صباحا في تعز، ثالث أكبر مدن اليمن، التي أمطرت أحياؤها بقصف الأسلحة الثقيلة والقذائف حاصدة حوالي 12 قتيلا وعشرات الجرحى في صفوف المدنيين.
التطورات الميدانية لم تقتصر على أرض اليمن فحسب، لتطال مياه خليج عدن حصتها من المستجدات بوصول سفينة مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني صباحا، يتوقع أن ترسو في المرفأ القابع تحت سيطرة الحوثيين خلال 4 أيام، وعلى متنها 2500 طن من الحاجات الإنسانية الأولية ومجموعة من الأطباء والنشطاء الإعلاميين الغربيين، علهم يخففون وطأة أزمة اعتصرت أبناء شعبها وافتقرت إلى بوادر انفراجة قريبة. وإلى شأن آخر، قام بابا الفاتيكان فرانسيس الأول بتطويب راهبتين فلسطينيتين، وذلك بهدف تشجيع المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط والذين يواجهون الاضطهاد. وأصبحت الراهبتان مريم بواردي وماري ألفونسين غطاس قديسات اليوم خلال قداس في ساحة القديس بطرس، حيث طوبت كذلك راهبة من فرنسا وأخرى من إيطاليا. هذا وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وقرابة 2000 شخص مر الأراضي الفلسطينية مراسم تطويب أول راهبتين فلسطينيتين منذ السنوات الأولى للمسيحية. الأخت مريم الفقيرة وغير المتعلمة كانت قادرة على مساعدة الآخرين وتقديم تفسيرات لاهوتية، شديدة الوضوح وإيمانها وسيلة لتقاربها مع العالم الإسلامي. وهكذا الأخت ماري ألفونسين غطاس دانيال التي تظهر لنا الأهمية بأن نشعر بالمسؤولية تجاه الآخر وأهمية الحياة المليئة بخدمة الآخر. وبقاء في شأن الفلسطيني، اختلفت أشكال أحياء مراسم الذكرى 67 من النكبة، حيث أحيا الفلسطينيون ذكرها بطرق تقليدية انطلاقا من مسيرة حاشدة خرجت في نعلين قرب رام الله، تبعتها مواجهات بين المتظاهرين والجيش الإسرائيلي وصولا إلى قلقلي، حيث أصيب 4 شبان بالرصاص الحي خلال تفريق مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان الإسرائيلي، ووصولا إلى خان يونس حيث أصيب شاب فلسطيني بنيران الجيش الإسرائيلي على حدود جنوب قطاع غزة. ولكن في المقابل أحيا الفلسطينيون داخل إسرائيل هذه الذكرى بشكل مغاير، الأمر الذي اعتبره البعض طريقة مبتكرة لإحياء ذكرى النكبة خصوصا في قرية إجزم قرب حيفا. الحركة الإسلامية في إسرائيل أحيت ذكرى النكبة 67 للشعب الفلسطيني بمهرجان حاشد على أرض قرية إجزم المهجرة بمشاركة نحو أكثر من 10,000. حمل المتظاهرون الأعلام الفلسطينية والرايات الخضراء الخاصة بالحركة الإسلامية. هذا يعني أن هوية هذه الأرض لن تموت لو مرت عليها السنوات الطوال عقوداً أو حتى كروناً. وها هو الأذان بعد غياب أكثر من 60 عام يعود من جديد مؤكداً هوية هذه الأرض، مؤكداً حق عودة أهلها إليها قريباً إن شاء الله تعالى. المهرجان كان ختاماً لحملة إلى قرار نعود التي تنظمها الحركة الإسلامية للعام الثاني على التوالي. نحن مبسوطين انه لاول مره يرفع الاذان، احنا يعني الشعور بالحزن مخلوط بالسعاده انه احنا ما زلنا نقيم على هذه الارض المباركه حتى بعد 67 سنه من التهجير. تضمن المهرجان سلسله فعاليات ثقافيه ووطنيه وتربويه ومهرجانا فنيا وخطابيا، وجرى عرض صور وخيمه تراثيه بكل محتوياتها، وفقرات وخطابات لقياده فلسطينيه في الداخل، وفقرات فنيه انشاديه وقصائد شعريه. هذا شعبنا لن ينسى، حتى لو مات الكبار حتما لن ينسى الصغار، فلسطين هي فلسطين. اختير هذا اليوم لإقامة زفة عرس تراثية تزامنا مع ذكرى النكبة ليجسد نموذجا من العودة في جو من الفرحة والسرور. قرية إجزم تقع إلى الجنوب من سلسلة جبال الكرمل، وهي على بعد نحو 19 كيلو مترا من مدينة حيفا. قرية إجزم كان عدد سكانها تقريبا 3,000 نسمة عام 48 عندما هجر سكانها. طبعا معلومة أخيرة، كانت مساحة هذه القرية نحو 91 دونما، والآن تقام على أرضها مستوطنة إسرائيلية تسمى كرم مهران. المصادفة الرقمية هذا العام أن ذكرى 67 النكبة التي حدثت في 48 صادفت في الوقت الذي جاءت فيه الذكرى 48 لنكسة 67. من تراب هذه البلد المهجرة من أهلها منذ ما يقارب 67 عاما، اليوم هنا في قرية إجزم الفلسطينيون فلسطيني الداخل أتوا إلى هنا حاملين مفاتيح العودة، مفاتيح البيوت في انتظار العودة مرة أخرى.
من هنا كما قال الشاعر الفلسطيني الكبير محمود درويش في هذه الأرض أو على هذه الأرض ما يستحق الحياة. من قرية إجزم المهجرة إلى آي 24 نيوز هشام فريد. بإذن الله أعزائي المشاهدين إلى ختام الفقرة الثانية من أخبار اليوم، أترككم مع موجز إخباري لزميلة رنين بولس. إلى اللقاء. المبعوث الأممي لليمن يدعو لتمديد الهدنة الإنسانية وسط تدفق المساعدات العربية والدولية. توترات فلسطينية إسرائيلية في مسيرة ذكرى توحيد شطري مدينة القدس. وبابا الفاتيكان فرانسيس يطوب أول راهبتين فلسطينيتين منذ السنوات الأولى للمسيحية. موجز لأهم الأنباء من قناة آي 24 نيوز، أهلا بكم. قال الرئيس اليمني عبد رب منصور هادي اليوم إن الاستقرار في اليمن لن يتحقق إلا بإنهاء الانقلاب وعودة الشرعية ومؤسسات الدولة. وأشار هادي إلى أن الانقلاب الحاصل حول اليمن إلى ساحة قتال، وذلك في مستهل فعاليات مؤتمر الرياض تحت عنوان من أجل إنقاذ اليمن وبناء الدولة الاتحادية، والذي غاب عنه أيضا الحوثيون. ومن جهته قال نائب الرئيس اليمني خالد بحاح اليوم إن حكومته تفضل تمديد الهدنة، مؤكدا أن ذلك يعتمد على الوضع الراهن على أرض الواقع. ومن الضروري بمكان العمل على تحقيق الأهداف الاستراتيجية لعاصفة الحزم وإعادة الأمل وضمان الانسحاب الماليشيات من المدن التي احتلتها، وعدم السماح لتلك الماليشيات باستغلال الهدنة لمزيدا من التمدد وقتل المدنيين. يوم آخر يوم من هذه الهدنة، للأسف الشديد التحالف التزم بهذه الهدنة، الميليشيات الحوثية وصالح لم تلتزم، وهناك تشاور اليوم في إلى أي إمكانية نستطيع أن نمدد هذه الهدنة، ولكن لن تكون على حساب العمليات العسكرية المتواجدة على الأرض. ومن جانبه دعا مبعوث الأمم المتحدة لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد التحالف الذي تقوده السعودية والأطراف المتحاربة إلى تمديد الهدنة الإنسانية، والتي من المقرر أن تنتهي مساء اليوم 5 أيام أخرى. لقد رأينا كيف أعطت هذه الهدنة الإنسانية بصيصا من الأمل، ووفرت مساعدات للشعب اليمني هم في أمس الحاجة إليها. وفي إطار هذه الروح أناشد كافة الأطراف أن تجدد التزامها بهذه الهدنة الإنسانية ل5 أيام أخرى على الأقل. وبقاء في الشأن اليمني، وصلت أمس باخرة من دولة الإمارات العربية المتحدة إلى عدن محملة ب1200 طن من المساعدات الغذائية والإغاثية للشعب اليمني. كما وهبطت الطائرة الثانية من 6 طائرات شحن تحمل مواد إغاثة تابعة للمفوضية العليا لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة في صنعاء. وتحمل الطائرة نحو 20 طنا من أدوات المطبخ والأغطية لعشرات ألوف النازحين اليمنيين. 6 طن إن شاء الله تباعا في الأيام القادمة دفع جديدة من هذه المعونات، المواد الغذائية التي يحتاجها كل مواطن في عدن. وإلى العراق، حيث وجه رئيس الوزراء حيدر العبادي اليوم هيئة الحشد الشعبي بتجهيز الأفواج القتالية والاستعداد للتوجه إلى محافظة الأنبار لاستعادة السيطرة على المحافظة من تنظيم الدولة الإسلامية. كما أوعز العبادي إلى وزارتي الدفاع والداخلية بتجهيز مقاتلي عشائر الأنبار وتسليحهم وتوحيد صفوف العشائر والأجهزة الأمنية والحشد الشعبي في شبهة واحدة لمحاربة التنظيم. وجه السيد رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة هيئة الحشد الشعبي وجميع الفصائل المجاهدة للاستعداد والتهيؤ للدخول إلى مدينة الرمادي وتحرير أحيائها التي تسللت إليها عصابات داعش الإرهابية. إن ظروف المعركة الراهنة تستدعي موقفا وطنيا مخلصا وقلوبا واثقة بنصر الله
ومؤمنة بالدفاع عن كرامة وتراب العراق. ومن جهة أخرى، فر سكان مدينة الرمادي والذين تقطعت بهم السبل من منازلهم خوفا من تهديد تنظيم داعش. صارت أحداث يعني مو طبيعية، إرهاب كلش صار بالشوارع، صار ذبح وصارت قذائف توقع وقصف يجي عشوائي على العوائل، واللي يقولون إنه عوائل دخلوا عليهم كتلوهم والنسوان قاموا يركضون بالشوارع. وفي سوريا اندلعت اليوم معارك عنيفة بين القوات الحكومية ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في محيط مدينة تدمر، وسط أنباء عن مقتل عدد من الجنود بغارة أخطأت في تحديد الهدف. هذا وكشف المرصد السوري لحقوق الإنسان اليوم أن 4 قادة في تنظيم الدولة الإسلامية قتلوا خلال العملية النوعية للجيش الأمريكي في شرق سوريا. ومن جانبه، اتهم النظام مسلحي تنظيم داعش بتفخيخ محيط المدينة مستخدما قنابل إسرائيلية. نحن عناصر الهندسية، قام مجموعة إرهابية داعش بتفخيخ الطريق تدمر 5 بعشرات العبوات الناس فيه بواسطة الاتصال الإشارة أجهزة الموتورولا أجهزة إسرائيلية، قمنا بتفكيكها وتأمينها والآن سنقوم بتفجيرها. وإلى شأن آخر، أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس اليوم توقيف نحو 400 مهاجر غير شرعي كانوا يستعدون للإبحار نحو السواحل الأوروبية. وقال مسؤول أمني رفيع المستوى في جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية إن عملية التوقيف تأتي مع انطلاق خطة أمنية أطلق عليها اسم عملية الحسم وتستهدف ملاحقة المهاجرين. قال مسؤولون أفغان إن سيارة ملغومة صدمت سيارة تابعة للاتحاد الأوروبي اليوم قرب المطار الرئيس في العاصمة الأفغانية كابول. وأسفر الهجوم عن مقتل 2 من المدنيين الأفغان ومواطن بريطاني على الأقل في أحدث هجوم في المدينة. ومن جهتها، أعلنت حركة طالبان المسؤولية عن الهجوم الذي استهدف بعثة شرطة الاتحاد الأوروبي في أفغانستان. كنت في صف الدراسة عندما تحطمت النوافذ وأصيب رأسي. لقد تلقينا بالمجمل 25 شخصا في الهجوم الانتحاري اليوم الذي وقع بالقرب من المطار. جميع الضحايا من المدنيين، 23 منهم أصيبوا بجروح بينما استشهد 2 آخران. وإلى الشأن الإسرائيلي، انطلقت اليوم مسيرة حملة الأعلام التي تنظمها الحركات الصهيونية المتدينة في شوارع البلدة القديمة من القدس مرورا بحارات يقطنها المسلمون، حيث تصادف اليوم حسب التقويم العبري الذكرى 48 لما تعتبره السلطات الإسرائيلية ذكرى توحيد مدينة القدس، فيما يعتبره الفلسطينيون ذكرى احتلال القدس الشرقية. وتأتي هذه المسيرة بعد رفض المحكمة العليا الإسرائيلية طلبا تقدمت به مجموعات يسارية إسرائيلية ودعت فيه إلى إلغاء المسيرة حفاظا على السلم والهدوء في شطري المدينة. وحول تداعيات هذه المسيرة، وفانا مراسلنا أمجد أبو عرفة من مدينة القدس بالتفاصيل التالية. قبل قليل فقط انتهت المسيرة التي نفذها وقام بها عدد كبير، وصل إلى 5000 أو أكثر من المتدينين واليمينيين الإسرائيليين، مسيرة أعلام بمناسبة التوحيد، قرار توحيد المدينة مدينة القدس كعاصمة أبدية لدولة إسرائيل. في المقابل كان هناك تجمهر كبير لعدد كبير أيضا من المواطنين المقدسيين والفلسطينيين في تظاهرة استنكارية لهذه التظاهرة الإسرائيلية. نحن نقف الآن هنا في باب العمود، المكان هادئ تماما في هذه اللحظات، القليل فقط من المواطنين العرب وأيضا اليهود يخرجون من هذه المنطقة بعد انتهاء هذه العملية، هذه المتظاهرة التي شهدت تواجد أمني كبير ومكثف. قبل قليل فقط أعيد فتح الطرق والطرقات الرئيسية التي كانت قد أغلقت طيلة ساعات ما بعد ظهر هذا اليوم. كما ذكر
ذكرت هذه التظاهرة شهدت عدد من المواجهات المتفرقة هنا وهناك، 8 أشخاص أصيبوا من المواطنين والمتظاهرين الفلسطينيين، أيضا رجلان من عناصر الشرطة أصيبا في هذه المواجهات الخفيفة، ولكن بشكل عام صارت الأمور بشكل طبيعي ولم تكن هناك أمور شاذة، ولكن هذا ما تشهده مدينة القدس في كل عام في هذا اليوم، يوم توحيد المدينة. قام بابا الفاتيكان فرانسيس بتطويب راهبتين فلسطينيتين، وذلك بهدف تشجيع المسيحيين في منطقة الشرق الأوسط والذين يواجهون الاضطهاد. وأصبحت الراهبتان مريم بواردي وماري ألفونسين غطاس قديسات اليوم خلال قداس في ساحة القديس بطرس، حيث طوبت كذلك راهبة من فرنسا وأخرى من إيطاليا. وحضر الرئيس الفلسطيني محمود عباس وما يقارب 2000 شخص من الأراضي الفلسطينية مراسم تطويب أول لراهبتين فلسطينيتين منذ السنوات الأولى للمسيحية. بهذا نصل لختام الموجز، أشكركم على حسن المتابعة، إلى اللقاء.